خلال المباراة ديال أمس بان بأنه كاين هناك ضغط وكاين بزاف ديال المسائل. الشوط الأول اللي كانوا فيه محاولات قليلة ما كانتش كثيرة. مباراة عرفت تدخل ديال الفار أكثر من مرة، عرفت طرد جوج من أي ديك المقابلة كانوا فيها جميع القواعد ديال كرة القدم. ثم هذاك الشوط الثاني اللي صوفاه هو دوك الأهداف اللي تسجلوا فريق مولودية تبوجة كان سباق هو الأول التسجيل، وهذا راجع لمن كنا كنتكلموا دائما هو داك لا ديفونس اللي باقا كتعاني ما في ظل الغيابات وهذاك الشيء. الاهداف اللي تسجلت راك شتيها ديال الوداد ديال ابو سفيان سامبو وديال سامبو. يمكن انا بالنسبه ليا ما نحكمش دابا مسبقا ونقول لك لا ولا هذا، نبقى دائما في الكلام ديالي السياق اللي هضرت لك البارح. احسن حاجه هي الفوز، هي 3 بوين، لان داك الماتش كان يقدر يعرف واحد